البطولة اللي هكسبها في اللعبة هشتريها في الحقيقة. فالنهاردة عندنا 6 بطولات، 5 منهم هنشارك فيهم، ومش اي فريق هنختاره، برضو العجلة هي اللي هتحدد الفريق اللي احنا هنختاره. فخلينا نشوف اول بطولة هنلعب فيها هتكون ايه. البطولة رقم 1 من 5، كاس انجلترا. اوكي، فلو كسبت كاس انجلترا معناته هشتري الكاس الحلوة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. لكن في فريق واحد بس هلعب بيه، ومش هنعمل بطريقة العجلة، اخر فريق هو اللي هنختاره. اول فريق مش هناخده واتفورد، حلو. توتنهام، حلو. السيتي، لا اغلى السيتي بيكسب اي بطوله. نيوكاسل، ماشي، حلو. اليونايتد، يعني ارسنال، اوكي ممكن ناخد ليفربول، لا يعني النيه كان لازم اتكلم. تشيلسي كده بقى مين؟ فولان، يا نهار ابيض، مستحيل مستحيل اخدها بفولان. فالكاس دي هي نفسها دي، ده كاس الكرباو مش كاس انجلترا، فخلينا نلعب على طول. يلا هنلعب بفولان. اديني البطوله رقم 1، خلينا نعمل تشكيله من 5 مدافعين هقول لكم ليه دلوقتي، ومن غير اي اجنحه، وبراس حربه واحد اللي هو ميتروفيتش، جيمس على الشمال، ويليان على اليمين. والله التشكيله بتاعتنا حلوه جدا. يصدق ممكن ناخد الكاس؟ ولينو في الحراسه، لينو بتاع الارسنال. البطوله بدات في الدرجه الاولى، فرق الدرجه الرابعه والحاجات دي لعبوا خلاص، وحاليا هنلعب قصاد فريق بريستو. بعون الله هنكسبهم، مش هلعب مباراه الا لو وصلنا النهائي. ان شاء الله نكسب بريستول. ليتس جو، 3-0 يا جدع. ميتروفيتش، جيمس، والخطه بتاعتي ناجحه. الماتش اللي بعده هيكون قصاد مين؟ نيوكاسل. نيوكاسل هلعب قدامهم ب5 مدافعين، وبعون الله نكسبهم ب5 مدافعين. هل خطتي هتنجح؟ هل انتهاء الكره هينجح؟ نجح فعلا يا جدع. جيمس عامل شغل عالمي، جيمس شكله هداف، مسجل جولين، ويلسون مسجل جول. 3-2 جلدنا نيوكاسل. الفريق الجاي يكون من شكله هيكون صعب. لا مش صعب، لا مش صعب، ده اسهل من اللي فات. انا شايف الخطه دي برضو لسه كويسه، عامله اللي عليها لحد دلوقتي. خلينا نلعب قصاد ديربي كاونتي، وقتلنا الفوز الثالث على التون. يا ربي، لا دي النهايه، خلاص ربع النهائي، وصلنا لدور الثمانيه يا جدع بفولم. وحتى الفريق اللي اسمه ده وصل للدور نص النهائي اللي هو بريستون، وصل نص النهائي تخيل. بس خلاص الارسنال مستحيل يسيبنا في حالنا، الارسنال هيكسبنا 100% للاسف. يا نهار ابيض، يلعب ضربات الجزاء، خسرنا يا جدع وطلعنا من ربع النهائي. يا نهار ابيض، 2-2 حرام. للاسف اول بطوله ما عرفناش ناخدها هي بطوله الاف اي كاب للبطوله الثانيه. حاليا خلينا نشوف ايه هي البطوله الثانيه، فاضل 4 بطولات. اوكي، الدوري الانجليزي، فمعناته بس هنفنط الورق ونشوف مين اللي هنلعب بيه. بس في فريق واحد بس مش هيكون موجود، هو واتفورد. شوف، في 16 سنتي، في 32، في 44، في 77، دي اكبر حاجه. ال 16 سنتي ب 25، ال 32 ب 120، وال 44 ب 151، 77 باو. 77 لازم، اي رقم 77 غالي، لكن اكيد مش هشتري ال 57 في حاله ان انا كسبت. ودي كل الفرق العشره اللي موجودة، فمين فيهم هيجي لنا في اخر بطاقة؟ في 38 ماتش، برايتون مش هناخده، فولام الحمد لله مش هناخدهم تاني، تشيلسي مش هناخده، ليفربول يا دي النيل، نيوكاسل حلو، يونايتد حلو، السيتي يا دي النيل، السيتي مش هناخده، نوتنجهام لا، الارسنال، واخر بطاقة واخر فريق نوتنجهام. والله ممكن، والله ممكن. خلينا نروح نشوف الدوري الانجليزي البريمير ليج. الله، خلينا نشوف الخطة بتاعتنا. سن على الشمال، ماشي، كاين، ماشي، مورا، لا هيكون كوليسي فيكاني، اوكبورجو بيسوما، ماشي، لينجليرو، ميرو، لا ده لا، حط بيرزيتش. يا مستحيل مستحيل نكسب الدوري الانجليزي، بس خلينا نحاول. ماتش بورنموث لازم نكسبه، 3-1 اول 3 نقط. وحاليا يا دي النيله قصاد ليفربول، لو كسبنا 100% هناخد الدوري الانجليزي 100%، انا بقولها لكم من دلوقتي. يا دي اهو، بقينا في المركز ال 12، برينفورد 3-0 وهاري كين هاتريك ولا 2 بس. بقينا في المركز الثامن، ممكن برايتون اكيد هنكسبهم بعون الله، 3-1 وهاري كين ولا جول. بقينا في المركز السابع قصاد الارسنال، عاملين النني راس حربه يا جدع، هنكسبهم 100%، بقول لك عاملين النني راس. يا نهار ابيض، كريستال بالاس اكيد هنكسبهم. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، احنا لو اللي تاهلنا بس لدوري الابطال يبقى حاجه حلوه. قصاد ليستر لازم نبدا نكسب دلوقتي، هغير الخطه. حلو، شغال الخطه، لو خسرنا هبدا اغيرها. بقينا في المركز الخامس، مين الاول؟ اليونايتد، استون،
استون فيلا. لو خسرنا ماتش فولام اخسر من دلوقتي اكيد. بقينا في المركز الكام؟ الخامس. استون فيلا نزل والله ممكن. احنا حاليا فرق نقطتين، تخيل نقطتين ممكن نكسب الدوري الانجليزي. قصاد نوتنغهام فورست 100% هنكسبهم. 4-0 من الممكن ان احنا تصدرنا الدوري الانجليزي، ممكن جدا صدرناه بس في المركز الثاني. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا ورا تشيلسي بنقطتين لسه؟ حلو والله، ممكن ناخد الدوري الانجليزي. خلينا نشوف قصاد مانشستر سيتي، هي اللي هتحدد، هي اللي هتقول، هي اللي هتكون ليها كلمه. حرام يا جدع. بس الله نتيجه حلوه قصاد مانشستر سيتي، فرق 3 نقط عن تشيلسي. قصاد تشيلسي نفسهم متصدرين الدوري، هل من الممكن؟ من الممكن يا جدع، السن جلدهم جلده. نقطه واحده بس فرق، نقطه واحده، وهاري كين هداف هو وبيريزيتش. معرفش ازاي انا حاطه بيريزيتش اصلا ظهير شمال وهداف. قصاد وولفرد الهامبتون 100% فوز، احنا بنكسب كله. يا نهار ابيض، انا تعبت من التعادل. لا فرق 3 نقط ممكن جدا، ده 3 نقط بس تفصل ان احنا ناخد الدوري الانجليزي قصاد الفيلنز اللي كانوا متصدرين في وقت من الاوقات. لسه 3 نقط بننافس قصاد ويست هاند اليونايتد. يا الخساره دي اثرت علينا بالسلب للاسف. بقينا 7 نقط قصاد ليدز يونايتد، ماتش سهل يا السبيرس. حلو، 3-0 هاري كين، جولين هاري كين يقلب. اوكي رجعنا بقينا 4 نقط، تشيلسي بدا يتعصر وهاري كين خد الهداف. قصاد ساوثهامبتون ماتش سهل، هاري كين خلص لي عليهم. هاري كين ما زال يقلب هو وبيريزيتش. هربط على هاري كين وبيريزيتش، 14 جول وفارق 4 نقط لحد دلوقتي ولا 5؟ 5 نقط قصاد نيوكاسل، ماتش صعب يا رب نكسب. يا هو انا كسبتهم بفولهام، يا هو كسبتهم بفولهام، بس ما زال 4 نقط لان تشيلسي اتعصر، فلازم نكسب ايفرتون وكده هنختم الجوله الاولى كلها. اوكي على الاقل 1-0، حلو. اول مره اشوف النتيجه دي من 18 ماتش. تشيلسي عاوز ياخد الدوري الانجليزي غصب. اوكي قصاد مانشستر، يا هو حرام. قصاد برايتون، حلو احنا فرق 10 نقط بس تشيلسي فرق ماتش عننا يعني 7. اقول لازم نكسب ماتش برينفورد، ماتش سهل صدقني. 2-1 هاري كين ثنائيات في المركز الثاني. على فكره تشيلسي هو السبب. ويست هام، الله يخرب بيت ويست هام، هم غلبونا ذهاب واياب، هم غلبونا ذهاب واياب. شكل ماتشات الديربي بتفرق لان الارسنال ومش عارف مين، لكن استون فيلا هنغلبهم ذهاب واياب. حلو، تشيلسي مش عايزين يتعصروا نهائيا يا جدع. قصاد ايفرتون غلبناهم ذهاب، هنغلبهم اياب. انا تعبت من تشيلسي يا رب، الماتش ده مهم. ليه؟ قصاد ساوثهامبتون 4-1 يا جدع، شكله اعتمد على لوكاس مورا. قصاد ليدز، حلو 1-0، كويس. رجعنا المركز الثاني وبفرق حاليا 7 نقط. اوباميانج جه من ورا خالص خد الهداف، لكن مباراه ليفربول على ملعب الانفيلد هي اللي هتحدد اذا كان تشيلسي هياخد اللقب. ليتس جو يا جدع، هودبرج ولا مش عارف مين كانت ليفربول، معناته ان تشيلسي بس لو كان سايبنا في حالنا يا جدع، ماهوش سايبنا. برونو ماتش سهل ما ينفعش نتعصر فيه، الله يخرب بيت كده. نكسب ليفربول ونخسر من بورنموث في الدقيقة 84، منطقي ده. وتشيلسي كانت عصر يا جدع، لو كنا كسبنا كنا نقرب. حلو، فولام كسبناهم بثنائية وفاضل آخر ماتشات، لازم نكسب الماهو. خلاص خسرنا الدوري، أخرب بيت إنجلترا. قصاد السيتي، كسبنا السيتي، لكن خلاص مستحيل، ما عادش غير 5 ماتشات وتشيلسي فارق بتسع نقط. أي خسارة معناته إن إحنا خسرنا الدوري. أدي ده اللي بيعصب ان تشيلسي بيتعصر واحنا ما بنعملش حاجه. هنلعب حالا قصاد البلو، هرب. رسميا فشلت البطوله الثانيه، خلينا نروح للبطوله الذي بعدها الثالثه، دوري الابطال، كاس العالم، اليورو. اوكي معناته لو كسبنا هنشتري البطوله الغاليه الحلوه دي، ومش هحط منتخبات ضعيفه المره دي. عندنا بلجيكا، المانيا، البرتغال، فرنسا، كرواتيا، ايطاليا، انجلترا، هولندا، كلهم قويين في اوروبا، يعني مش هيطلع لي منتخب ضعيف المره دي. فرنسا مش هيطلعوا لي، ده اقوى منتخب. بلجيكا مش هتطلع لي برضه، اقوى منتخب. المانيا مش هتطلع لي، كرواتيا الحمد لله كنت خايف منها الصراحه. هولندا اوكي، برتغالي هذه النيله، انجلترا معناته ان ايطاليا بطله كاس العالم ولا نلعب بيه. هتيجي دلوقتي مش هتبقى بطل كاس العالم، يعني في حاجه غلط. والمجموعه بتاعتنا هتكون ايطاليا، كرواتيا اللي كنا عايزينها، اوكرانيا وروسيا. خلينا نشوف اوكرانيا وروسيا في نفس المجموعه اصلا ازاي. انا شايف ان احنا نلعب بثلاث مدافعين بما ان احنا ما عندناش اظهره، ننزل ده نلعب بالطريقه دي، اقوى خطه موجوده لمنتخب ايطاليا. خلينا نشوف هل هنكسب بطوله اليورو بالخطه بتاعتنا. اول ماتش
قصاد اوكرانيا 2-1 حلو جدا. النيل الخطه ما اتظبطتش. اللي بعد قصاد روسيا 2-1 برضه بنكافئهم هما الاثنين نفس المساواه. ولصداره المجموعه لازم نكسب منتخب الكروات. حلو كسبناهم 3-2 معناته طلعنا بالعلامه كامله يا جدع. الخطه بتاعتي نافعه بس بستقبل اهداف ما اعرفش ليه. اوكي ما اعرفش ازاي بس هنلعب قصاد المنتخب اللي كان معانا في نفس المجموعه. انا لحد دلوقتي مش مستوعب. البرتغال وسط صربيا، بولندا الدنمارك، فرنسا اسكتلندا، المانيا ويلز، كرواتيا رومانيا، اسبانيا بلجيكا، هولندا انجلترا، منتخبين قويين. ونسيت احط اسبانيا على فكره في اقوى المنتخبات. لكن لو اوكرانيا كسبتنا دي حاجه يعني غبيه. الحمد لله. نهار ابيض يا جدع، كنا هنخسر ونطلع من دور ال 16 ازاي؟ ما اعرف. لكن ممكن نقابل حالا منتخب البرتغال، والله ما اعرف. هنقابل هولندا، هنقابل الطواحي، وكله لعب ماتشات. والمانيا كسبت، بولندا كسبت، بلجيكا واللي قلت لكم بتاخد البطولات كلها، وفاضل منتخب هولندا. فخلينا نشوف هل هنكسب منتخب الطواحين يا رب. ليتس جو، وصلنا نص النهائي يا جدع. ليتس جو. اوكي هنلعب قصاد مين؟ بلجيكا. ما تقوليش بلجيكا، ابوس ايد. بلجيكا بيخسروا اي حد قدامهم. بلجيكا ما ينفع. حلو، هنلعب قصاد المانيا. يا نكسب يا نقتل. محرم اذا عملوا ثلاث تسديدات. احنا ثلاث تسديدات وخسرنا 1-0 يا جدع. عندنا ماتش تحديد مركز ثالث، مفيش جايزه تحديد مركز ثالث. مفيش حاجه اسمها. نهار ابيض خدنا الرابع برضه، انا تعيب. مفيش بطوله يعني، مفيش بطوله بناخدها. اكيد بلجيكا هتاخدها، اكيد. فاضل حاليا بطولتين من ثلاثه. خلينا نشوف مين البطوله اللي بعدها. امم افريقيا دي هنلعبها على طول بمنتخب مصر، ولا هنعمل اربع فرق؟ مصر، الجزائر، المغرب وتونس. الصراحة أنا عايز مصر، بس يلا هنشوف. هتبقى على طريقة العجلة إن شاء الله يجي منتخب بلدي. لا أوكي الجزائر برضه ممكن تجيب لنا البطولة، خلينا نشوف. فلو كسبنا هناخد الكأس الغالية دي، هات لنا منتخب السنغال ومصر في نفس الوقت، ليه لأ؟ هنلعب قصاد الجابون، الجزائر قصاد الجابون، يعني أهو. مصر هتلعب قصاد بنين، خلينا نشوف. 3-1 وعايز أظبط تشكيلة منتخب الجزائر. خسرنا من الجابون يا جدع. جابون المشكلة التشكيلة متظبطة آخر حاجة، مفيش حاجة تقدر تعملها. ادينا ماتش قصاد الكونغو، ما ينفعش نخسره نهائيا. يا نهار أبيض، بيقع في إيه؟ تشكيلة منتخب مصر، والله تشكيلة الجزائر أحسن بمراحل، ومش عارف الجزائر بقى بيكسبوش ليه. قصاد جنوب أفريقيا اللي طلعونا من دور ال 16، حلو كسبناهم 2-1. الجزائر فرصة الصعود، ولازم الجابون يخسروا من مالي. لا لو كسبنا هنتأهل صح؟ الجزائر تكسب تتأهل. أقرب. جدع الله حرام يا جدع. طب ازاي خسرنا 3 ماتشات ورا بعض ازاي؟ يمكن الخطه كان لازم اعمل 3 مدافعين ولا حاجه. يا بالخطه دي اوحش من منتخب الجزائر بمراحل. يا عندنا ماتش قصاد نيجيريا، مستحيل نكسب. لو كسبناهم هناخد الدوري. نهار ابيض. للاسف الجزائر اقصيت. وعندنا حالا ماتش قصاد الكاميرون. حلو الى ربع النهائي، بس محمود علي الطرف. هنلعب قصاد مين؟ اهم حاجه ما يكونش السنغال. كوتيفوار يا دي النيل. هو ايه المشوار ده بقى؟ ده نفس المشوار اللي في الحقيقه يا جدع. هل هنجلدهم مره تانية؟ عايزين الشعات ومصطفى محمد يا جدع. يا رب ما نقابلش السنغال، بس ما نقابلش السنغال بس. حلو هنقابل غينيا. الصراحه ادام التشكيله بتكسب، خسرت مره واحده لكن ادام بتكسب مش هلعب فيها. حلو وصلنا النهائي، وصلنا النهائي يا جدع. هنقابل السنغال برضه، هنقابل السنغال برضه. يا عم الله يخرب بيت السنغال. هنشوف ام منتخب السنغال. انا تعبت من الحلال، ولا مش هشتري بطوله النهارده ولا هو فيها. والله اخرب السنغال كمان، قاعد ادوم 5 مره يخسروني. اخر بطولتين، يا كاس العالم يا دوري الابطال، وهنلعب فيهم بطوله واحده الا وهي كاس العالم، واختار فيها منتخب. فلو كسبنا هنشتري البطوله العالميه دي، وهلعب فيها بالمنتخب الذي لا يخسر. مفيش اي حاجه، هلعب فيها بمنتخب بلجيكا. ما بيخسروش بلجيكا نهائي. انا اشوف بلجيكا بتخسر ما بشوفش. دي الخطه اللي احنا هنلعب بيها، خطه تجلد ام الجميع كلهم. كندا وصاب بلجيكا. كيف ده اول مره جون بيخسروا لما نلعب بيهم؟ كيف هنطلع من دول المجموعات، مع اني فرحان للمغرب انهم ما تعادلوا. لو خسرنا من كرواتيا والمغرب ما كسبوش هنطلع من كاس العالم. اوكي كده تاهلنا ولا لا؟ تاهلنا بشق الانفس يا جدع. تونس كسبت الارجنتين 5-4 ضربات الجزاء. عندنا حالا ماتش قصاد اسبانيا، هل هنطلع من دور ال 16؟ لا
لا لا هذه عمري ما شو هازارد انه اللي سجل ما اعرفش يعني بلعب هازاردين تقريبا والمغرب هتلعب قصاد المانيا تخيل يخسرهم هما كمان ربع النهائي سهل ربع النهائي سهل قصاد منتخب سويسرا سهل صدقني حلو 3-2 برضه معناته وصلنا نص النهائي فازت الارجنتين اوكي ما قريتش انا صح حاليا بلجيكا الارجنتين المانيا وفرنسا الصراحه قلبي مع الارجنتين لكن انا عايز اكسب الصراحه انا بخسر من الصبح امسك منتخب بلجيكا عمري ما شفته بيخسر يا جدع هل هيخسر لا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض هاخد مركز رابع صح هاخد مركز رابع صح يا نهار ابيض فهتلاقوا حالا فيديو ظهر لكم تضغطوا عليه قبل ما اقول السلام عليكم لو انتوا عايزين نجرب الفكره دي تاني فيفا 22 قولوا تحت في التعليقات والسلام